السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الإنجليزية قبل كده A و B، هنراجعهم مع نور وناخد إن شاء الله حرف السين. يلا يا نور نراجع الحروف. A A B C H شاطر. B Book Tail. نقعد ناخد حرف السين. C C G K قطة. C C G قطة. سي كات اوتا. طيب هنكتب حرف السي ازاي؟ حرف السي من الحروف اللي سهله الكتابه بتاعتها مش صعبه. بصي انا بكتب كده بس هنعمل كده. ده ايه؟ سي 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 ك ك اوت اوت سي 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 كتير كده وردي. حرف ايه؟ سي. بصي اعملي الدايره لفوق اللي جنب كده، مش بتعملي الفتحه لتحت، بتعملي الفتحه على جنب كده. بصي كده سي سي حرف ايه؟ سي سي شطر.
ده ايه؟ سي 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 كات قطة سي كات قطة. يلا نلون القطة. يلا يا نو، ده حرف ايه؟ سي كات قطة. شاطر. يلا نرجع اللي قبليه. ده ايه؟ اي ابل فيها بي بوك تي. شاطر. سي كات قطة. طيب شاطرة يا نور. بكرة ان شاء الله هناخد حرف الدي. دلوقتي هي رجعت الحروف ان شاء الله وبقت تحفظهم عن الاول. تابعونا ان شاء الله بكرة ناخد حرف جديد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك واشتراك للقناة عشان اقدر انزل لكم فيديوهات اكتر.